هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وسرق قيل للقائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وسرق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خلقة النفط فاتية وخلقها ربي قبل آدم عليه السلام. مش أنا اللي نقول العلماء اللي قاعدين يقولوا في الكلام هذا تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. يمشي مثلك هذا الرجل رحمن العالمين هضر عليها ربي في القرآن قال أراني إن قال أني هذا في القرآن قال في الكتب وكل محطوط الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كل السابقة يهضر عليها الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. وش تقول الحادثة هذه اللي صارت؟ والله يعني حادثة اللي راهي قصت الأمة العربية والأمة الإسلامية في قلب نتاعها. هما يعرفوا ويعلموا بالسيرة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم السيرة الحميدة تاعو والطريق تاعو والسيرة تاعو يعرفوها راهي في الطريق الصحيح ماهوش في الطريق هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده خلق السيدة عائشة من المؤمنين جوزته كي سألوها على الرسول ما هي خلق الرسول يا أم يا أسيد القرآن يمشي في الأرض بابا ربي واش قال وانك على خلق عظيم. قد ما نهضر مع الرسول ما كانش حد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي يخلي الجره تاعو على الريحه مسك يقول الرسول عدى من الناس صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل ما كانش مثله. واش نقول له الشدي نقول له قليل نقول له مدلك روحي كاملة أنا ذاتي كاملة أديها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يديني كامل ما تحركش من جنبك حتى نموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش تقولوا على الأمة تاعو؟ هل الأمة تاعو كانت في المستوى تتطلعوا على تاعو؟ يعني كان احنا كما هو الرسول واش قال؟ قال أمتي فيها خير حتى تقوم الساعة. كاينين بين طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال هو تركت فيكم الإيمان كتاب الله وسنتي كان متبعين أمتي فيها خير كان متبعين ما نجموش حنا نقصيو كانين متبعين ما نقولوش ما كانش متبعين كانين متبعين بزاف. واحد نشتي على الرسول صلى الله عليه وسلم واحد نشتي عليه ذاتي كاملة وما يكفيش خطر الله الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما قاس واحد على اجتماع من قريش من هاشم ولا قريش قريش ما يشتيوه خطر ما كان يضرب باللغة العربية تاعها حارو في الكلام هذاك الكلام تاع خطر الكلام تاع ربي حارو فيه ويعرفوا الصين الكلام تاعو الزين الكلام تاعو الطيب كما يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم تبسيمة في وجهه صدق. نعم كانوا يعرفوه يعني مليح بصح ما متعبدين ما حبوش يتبعوه كانوا اللي يتبعوه صلى الله عليه وسلم كانوا ما يتبعوش يعني في السيرة تاعو الحميدة. تمشي كي تشوف انت في الخارج في المدينة كيف تحرك في المدينة في المساجد هل تشوف هذه الناس تستحق أنها تمثل نبي بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المبادئ اللي كانت عنده؟ هل الأمة تاعنا اليوم في مستوى تاع هذاك الرجل؟ الأمة العربية والأمة الإسلامية لازمها تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم والو واحد في الألف يعني 1% الله ورسوله أعلم.
الله ورسولك خاطر ما هو يحب أمته. أمتي 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 يقول لربي أمتي أمتي كما يشتينا على احنا يشتينا خملي كنا معه. هم سألوه قال لهم أنا أحبابي هم ليش ما شافونيش ويشتوني. هم كل أنا ما شفناش ونروحوا للمكة ونروحوا للخبر تاعو ونسلموا عليه ونبكي ونطلبوا الشفاعة منه يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم يشفع في أمته وخطب على عطاله الشرعية ولا عطاله عطاله والله يعطيله الشفاعة هذه. وش الأمة العربية والإسلامية وش الاتحاد الوحدة القوية الوحدة العربية الوحدة الإسلامية هذه هي اللي تهز العالم العربي والعالم الإسلامي. يخدعوا مش يخدعوا الجمع الشمل احنا ناخذ الاعتبار ما الصحابة رضي الله تعالى عنها الخلفاء الراشدين كل لا حاجة تقولوها واش دار كل يعرفوا الكلمة يعني كاينة كلمة حبيت نقولها يعني كلمة مليحة واش أنا اللي قلتها العلماء اللي قالوها بما خص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وش يقول العلم وش يقول العلماء وقرانا اسمه باسمه فلا يصح للعبد إيمان ولا دين حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. شوف العلماء تعالى والرحمة وإحنا ما احنا متبعين شيء يعني هذول قد شيء متبعين يعني جزئين قصرين أنا قصرين صاحي قصرين بزاف ما تابلنا يعني شوية نتحركوا كما قالوا الكبار نشوا علينا شوية دبان نعم إيه هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدا غريب وسيعود غريب طبعا الغرب وإحنا فيها إحنا عايشينها العالم العربي والعالم الإسلامي عايشها العالم العربي والعالم الإسلامي عايشها يا للأسف حنا نحتفلوا على حاجة نسميها الشعب خلينا ما يحتفلوش نحتفلوا بالدين تاع ميلاد الرسول باش بالقرآن بالذكر في السيرة تاعو وروحوا روحوا باخير أخرين مقصرين في هذا ما حاجة نسميها حنا نبدأ أنا نقول لازم جمع الشمل الأمة العربية والأمة الإسلامية لتطبيق كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مكان شهد وما الاثنين احنا مكان ولا لازم الأمة العربية تحرك يا رسول الله هدينا الطريق المستقيم